الجزائر مباشر من الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري وتتابعون فيه اليوم. في الحدث: الجزائر العائدة إلى الواجهة، جزائر تزعج، دبلوماسية تكسر أغلال الجمود، والاستقلالية الاستراتيجية هدف واحد ومؤشر وحيد. في الحدث: دائما الجزائر تحتضن الاجتماع 12 للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية تعزيزا للتنسيق والتشاور بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد. وفي ملفنا لنهار اليوم: فيلم العرب بن مهيدي، محطة نضالية وقيادية للشهيد البطل، وقانون الصناعة السينماتوغرافية مكسب يجسد التزام الدولة للارتقاء بالإنتاج الفني. تحية متجددة متابعينا. من القمة العربية إلى المنتدى الدولي للغاز، مرورا بالعديد من الأحداث الدولية والرياضية، برزت الجزائر الجديدة ثابتة المبادئ وشجاعة المواقف وبراغماتية في الأعمال، فكسرت أغلال الجمود بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، واستعادت الدبلوماسية زمام المبادرة والاستباقية. سيكون لنا نقاش حول هذا الموضوع مع ضيفية هنا في بلاطو كل من الدكتور عبد الحكيم بغرارة، أستاذ علوم إعلام والاتصال. مرحبا بكم أستاذ. أهلا، شكرا على الدعوة، أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكريم. شكرا لك، شكرا موصول أيضا للأستاذ هواريتي غسي المحلل الاقتصادي. مرحبا بكم أستاذ. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا على تلبيتي الدعوة. أيضا نبدأ معكم أستاذ عبد الحكيم بغرارة للحديث عن الجزائر ودبلوماسيتها التي أصبحت تزعج وأصبحت تشوش وتخلط أوراق العديد من الأطراف من القمة العربية، وصولا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز، ومرورا بعديد المحطات. كيف يمكن أن نفسر هذا البروز للجزائر الجديدة والتي أصبحت تزعج أيضا أستاذ عبد الحكيم بغرارة؟ وعلى كل حال، الدبلوماسية الجزائرية ضاربة في أعماق التاريخ، وهذا العداء الذي أصبح يكلي الجزائر هو نتيجة لعديد الدول التي باعت شرفها وباعت سيادتها، وهي دول معقدة من التاريخ لأنها لا تملك تاريخ أصلا. وبالتالي التاريخ يشهد على الكثير من المحطات بقوة الدبلوماسية الجزائرية، وعليه فمثل ما تحدثت، ربما في بداية أو عند وصول الرئيس عبد المجيد تبون نستذكر ندوة برلين حول ليبيا. نعم. بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت في ديسمبر 2019، في جانفي 2020 كانت هناك ندوة في برلين، تم استدعاء الجزائر ولم يستدعى المغرب لهذه الندوة، وهذا اعتراف بقوة الجزائر، ومقترحات الجزائر هي التي ظهرت في مخرجات برلين من خلال التأكيد على ضرورة تسييد المسار التسوية السياسية بإجراء الانتخابات وإعادة الكلمة للشعب. والجزائر رافقت ليبيا في عديد المحطات. بعدها كنا قد اخترنا لنحتضن قمة جامعة الدول العربية مع ظروف كورونا وعديد المشاكل في الدول العربية وانتشار الأزمات وبؤر التوتر والمشاكل الثنائية، نجحت الجزائر في نوفمبر 2022 من عقد قمة جامعة الدول العربية، وخرجت بمخرجات مهمة جدا، أعادت القضية الفلسطينية إلى رئاسة أو إلى أولوية جدول الأعمال، وقبلها لقاء الفصائل أيضا. تمام، لقاء أكتوبر. نعم. الذي جمع الفصائل الفلسطينية، والذي للجزائر باع طويل جدا في مساندة القضية الفلسطينية، لأن الجزائر أرجعت القضية الفلسطينية إلى جدول الأولويات، دون الحديث عن التاريخ الكبير للجزائر في مساندة القضية الفلسطينية. ولعل ربما من أقرب المحطات هو إدخال المقاومة الفلسطينية إلى الجزائر بعدما عاشته أيلول الأسود في الأردن، وما عاشته في لبنان في 1982، وحمام الشط في تونس في 1986. دخلت معسكرات المقاومة إلى ولاية تبسة وبالضبط في عين الذهب، وما زالت المعسكرات شاهدة
حتى أن اسمها معسكرات صبرا وشاتيلة، ومع لم شمل الفلسطينيين وما عاشته فلسطين في طوفان الأقصى ورد الاعتبار للمقاومة وتحقيق نتائج باهرة وإسقاط صورة هذا الكيان الصهيوني. الجزائر لديها باع في إرجاع سوريا إلى جامعات الدول العربية بعد نضال تقريبا 13 سنة، وهي تقنع في الدول العربية بضرورة إرجاع سوريا إلى الحضن العربي، ثم حاولوا تحييد الجزائر عن ملف سوريا، وهكذا كذلك في إفريقيا، حتى أن المجهودات الدبلوماسية الجزائرية كانت دائما تقابل بإدخال الكيان الصهيوني إلى إفريقيا ثم تجنب الجزائر لطرد هذا الكيان عبر محور نيجيريا وجنوب إفريقيا. الجزائر في الأمم المتحدة صوتها مسموع، بادرت بوساطات في أوكرانيا، في سد النهضة، في عديد البؤر والمشاكل، ولكن بروز قوى شر تحول دون حل مختلف بؤر التوتر والأزمات لغايات تخدم الكيان الصهيوني والسياسات الإمبريالية ونفاق العلاقات الدولية. أمام كل هذه المعطيات أكيد بأن الجزائر منذ أعمار أو منذ أعماق التاريخ هي مستهدفة بفعل مواقفها الإنسانية. اليوم برقية وكالة الأنباء الجزائرية تقول بأن حتى عندما صمتنا في وقت سابق لم نستفد من أي شيء، وبالتالي ربما الجملة المهمة جدا التي وردت في البرقية هي ما ورد في آخر البرقية بأننا مستعدون لخوض الكثير من الصعاب حتى نبقي على هيبة ومكانة الدولة الجزائرية. هناك جملة كذلك استوقفتنا، هي أن تاريخنا النضالي والثوري هو الذي سيدفعنا للذهاب مع فلسطين إلى أبعد الحدود والتصدي لكل قوى الشر التي تحاول البزنس بالقضية الفلسطينية وإحباطها وخدمة الكيان الصهيوني والاحتماء به. أترى أستاذ عبد الحكيم بغرارة أن الدبلوماسية الجزائرية انتقلت من دبلوماسية رد الفعل إلى الدبلوماسية الاستباقية، رأينا هذا في عديد المواقف أستاذ بغرارة. تمام، دبلوماسية الاستباقية والدبلوماسية الردعية في الكثير من المرات، لاحظنا ذلك مع فرنسا، مع إسبانيا، مع الدول التي كانت تتآمر لضرب النيجر. كذلك لعبت الجزائر دور كبير جدا في وقف التدخل العسكري في قضية النيجر، وبالتالي بعدها برزت قوى شر كبيرة جدا تحاول استعداء الجزائر من خلال تحريض خاصة الحزام الضائر بالجزائر. ولكن الجزائر اليوم هي مدركة بخلفيات القضايا، لديها إطارات كبيرة جدا، وبالتالي فالتعامل مع مختلف الأزمات، لأن عالم اليوم يدار بالأزمات، والجزائر اكتسبت تجربة كبيرة سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الدبلوماسي أو على مستوى الأمم المتحدة. فيه موثوقية كبيرة للجزائر، فيه ثقة كبيرة في الجزائر، وفيه جرأة مثل ما ورد في البرقية اليوم، فيه جرأة، فيه ثبات على المبادئ، فيه مرونة، فيه شجاعة في التعامل مع كل رغم المساومات. أستاذ عبد الحكيم رغم هو الجزائر، هناك عبارة أتت في البرقية تقول الصمود داخل الأمم المتحدة أمام أولئك الذين يطالبون منا الصمت لمصلحتنا الخاصة هو فعل تحد للدبلوماسية غير المتماثلة، كجاء في البرقية. يعني هناك من يساوم ويقول لنا أصمتوا لمصلحتكم أستاذ بغرارة. لا، هو ربما الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي طلبت من الجزائر سحب مشروع القرار المتعلق بوقف إطلاق النار، بحجة أن هذا مشروع القرار يقوض مجهودات الوصول إلى وقف إطلاق النار وهدنة. الأمريكان ربما يريدون المحاولة مع الدول من خلال استعمال ضغط أو تجييش وسائل دعائية وإعلامية لإبراز هذه القوة الأمريكية الخارقة، ولكن الجزائر بقيت أو أبقت على اللون الأزرق على مشروع القرار وبقيت ثابتة. وتلقينا مكالمتين من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هاتف سيد أحمد عطاف، وكأنه ربما، ولكن هذا يعكس احترام كبير للولايات المتحدة الأمريكية. هي حرب مصالح كبيرة، هم يحاولون الضغط ويحاولون الابتزاز، ولكن ربما ما مارسوه مع عديد دول الرخوة أو دول جمهور
حريات الموز هو لا ينطبق على الجزائر، لأن البرقية تضمنت بأننا مستعدين لخوض الكثير من الصعاب من أجل الإبقاء على هيبة الدولة الجزائرية. على كل الحروب الدبلوماسية نحن متمرسين فيها كثيرا، والدول التي تحظى بمكالمات هاتفية على أعلى مستوى هي دول محترمة رغم اختلاف وجهات النظر، رغم تناقضها، إلانا اليوم نرد بأن الجزائر هي مع فلسطين، وتاريخنا النضالي والثوري لا يسمح لنا بالتخلي عن فلسطين، وبأننا سنواصل سياستنا في الأمم المتحدة بكل صراحة وبكل شفافية وبكل شجاعة وبثبات على المبادئ، وبالتالي نحن كذلك قوة كبيرة جدا من شأننا أن نفرض منطقنا في إدارة هذه الأزمات والتأثير فيها مثل ما ورد في البرقية. حتى عمر بن جمع عندما ختم كلامه في مجلس الأمن قال سنعود غدا لندق الأبواب، هذا إشارة صريحة. سأعود لك أستاذ الحكيم، سندفن الشهداء ونعود في المساء. صح، نعم، عبارة مؤثرة جدا وقوية وعميقة. سعود لك أستاذ الحكيم مغرار أستاذ الهواري تغرسي، الآن هذه الهيبة التي نتحدث عنها، هذه الدبلوماسية الاستباقية، هذه المكانة، هذا التموضع الجديد لن يجدي نفعا إذا لم نحقق استقلالية استراتيجية في عديد الميادين. ما الذي فعلته الجزائر اليوم لتحقيق هذه الاستقلالية أستاذ تغرسي؟ نعم، البداية طبعا كان من خلال برنامج السيدة الجمهورية شفنا ثلاث نقاط مهمة جدا، قضية الأمن طبعا الغذائي، وفي كثير من الحالات أو لم نرتقي إلى التعرف الحقيقي بالنسبة لإشكالية الأمن الغذائي إلا بعدها الكوفيد. قضية طبعا قضية التحول طبعا الطاقوي والأمن الطاقوي، شفنا ما معنى طبعا الأمن الطاقوي والتحول الطاقوي من خلال طبعا استراتيجية وطنية، استراتيجية وطنية بالنسبة للأمن طبعا الغذائي، وشفنا كثير من الاستثمارات مهمة، لأنه كل صراحة لا يمكن حديث على الاستقلالية في مجال دبلوماسية مهمة جدا متطورة رغم النشاط إلى لم تحتمي بمنظومة اقتصادية متكاملة. هذا مهم جدا، لأنه لا يمكن الحديث على منظومة وانت ما عندكش استقلالية اقتصادية كلية وما عندكش إمكانيات مالية. نظن أنه كان العمل على الطرفين، كيف يمكن أنه تحضر من خلال طبعا برنامج، شفنا أنه عديد البرامج منذ تقريبا 2020 إلى يومنا هذا انتقلنا إلى طبعا دعم حقيقي بالنسبة للمنتوج الفلاحي، وطبعا حتى بالنسبة لزراعات استراتيجية مهمة جدا لتقليل وتخفيض الواردات في المراحل القادمة، وهذا طبعا سلاح مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأن وصلنا مثلا بالنسبة للقمح الصلب إلى مستوى تقريبا 90%، وهذا مهم جدا. هناك استراتيجية، ما زلنا العمل على طبعا تطوير هذه الاستراتيجية والوصول إلى قضية الأمن الغذائي في الجانب هذا. نقطة ثانية المرتبطة بالتحول طبعا الطاقوي والأمن الطاقوي، شفنا من خلال المنتدى واللي عرف نجاح كبير وعرف نجاح باهر بشهادة كل اللي طبعا كانوا موجودين في الجزائر وخارج، طبعا حتى الدول اللي لم تشارك في هذه المنتدى، اعتراف طبعا بنجاح واعتراف بالقرارات المهمة والسيادية. نظن انه السيد رئيس الجمهورية يحكي على إشكالية الموارد الطاقوية والسيادة الطاقوية مرتبطة بقدرة البلد من التحرر من التخلص حتى بالنسبة للضغوط. مهم جدا نحكي على كيف يمكن الآن الفكرة لم ترتقي إلى الجزائر فقط، ولكن كيف يمكن تسويق هذه الفكرة بالنسبة للسيادة الطاقوية لكل طبعا البلدان المنتجة، سواء بالنسبة للغاز وحتى بالنسبة لي نظن أنه قبلها كانت بالنسبة للبترول. نقطة أخرى كذلك مرتبطة بالأمن المائي، أنه هناك استراتيجية وطنية بالنسبة للأمن المائي، وصلنا إلى مستوى تقريبا فيما يخص المحطات تحلية المياه في الجزائر إلى تقريبا أكثر من 23 محطة، وهذا لتوفير المياه بالنسبة للجزائر رغم الأزمة تقريبا عالمية، رغم أنه الحزام اللي موجودين إحنا هو حزام جفاف، ولكن هناك استراتيجية بالنسبة لاستغلال عدة موارد تقريبا، وذهبنا أيضا إلى المياه المستعملة. إذا استعمل المياه المستعملة ليست تحليل المياه المسترجعة،
المياه كيف يمكن الوصول إلى استراتيجية أخرى طبعا ثابتة بالنسبة للمياه المسترجعة، وحتى بالنسبة للمياه طبعا الآبار، وحتى بالنسبة للمياه طبعا الموجودة في الصحراء، وحتى كثير من الحركية شفناها في الجانب هذا. إلى جانب طبعا هناك مشارات مهمة جدا، قضية الاستثمارات العمومية بالنسبة للسكك الحديدية، بالنسبة للطرقات. اليوم الجزائر طبعا تريد طبعا تحرير هذا القيد اللي كان موجود في المرحلة القادمة من خلال استثمارات عمومية، سواء بالنسبة للطريق شفنا الأسابيع الماضية تدشين طريق مهم جدا تقريبا 850 كيلومتر حتى 1000 كيلومتر، وليوصل أو يربط بإفريقيا في المرحلة القادمة، لأنه الهدف كيف يمكن الولوج إلى المجموعة الاقتصادية. وشفنا أنه لما نسمع مثلا السنغال والصريح طبعا رئيس السنغالي في هذا المنتدى كان قويا جدا من حيث الحضور بالنسبة للجزائر، ومن حيث المجال في المراحل القادمة بالنسبة لتحقيق طبعا ترقية التبادل التجاري. خلينا نقول لك أن فكرة التبادل التجاري لم ترتقي إلى مستوى هذه الدول المتقدمة. في إفريقيا اليوم تقريبا 15%، وهذه النسبة موجودة في مثلا أوروبا 60%، في آسيا 60%. الجزائر طبعا من الاستراتيجية الموجودة بالنسبة للاستثمارات العمومية الولوج إلى تطوير طبعا كل هذه الإمكانيات، بدليل المشروع الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر للاستفادة تقريبا من كل الدول وتحقيق طبعا الرفاهية فيما يخص هذا الجانب. نظن أنه هناك أيضا مشروع غارج بلاد أستاذ، مشروع اقتصادي ومشروع سيادي أيضا ذو بعد سيادي عميق جدا أستاذ. أكيد، لأنه البداية من خلال طبعا هذا المشروع المهم جدا، هذا الكنز الكبير جدا، رغم أنه كل المحاولات باءت في الفشل لتفعيل طبعا هذا المشروع في المراحل القادمة والاستراتيجية بالنسبة للمناطق الحرة. كيف يمكن تذليل الصعاب بالنسبة لخلق حركية بالنسبة لهذا النشاط الاقتصادي والولوج المرحلة القادمة. إلى اليوم انتقلت أفكار كثيرة بالنسبة للدول الأفريقية، مثلا بالنسبة لموريتانيا، الموريتانيين يفكروا أنه كيف يمكن استغلال الطاقات والثروات في موريتانيا وتحويل هذه الثروات، لأنه موريتانيا فقيرة رغم طبعا الغنى اللي موجودة فيها. كثير من الدول نظن هذا التصدير هذا الفكر مهم جدا، وكما قلت يزعج كثير من أصحاب المصالح في المنطقة، لأنه حركة تحررية انطلقت من الجزائر لتفعيلها في إفريقيا وكثير من الدول. وشفنا كثير تصريحات كثير طبعا من زعماء دول في الجزائر هذا الأسبوع. جيد، سأعود لك أستاذ الهواري تيغرسي. أستاذ عبد الحكيم بغراء، الآن هذه القفزة وهذه الطفرة النوعية في الجزائر الجديدة، هناك بعض اللوبيات وبعض الأطراف للأسف داخليا تشجع الجمود ولا ترضى بالتقدم الذي تحرزه الجزائر، وتحاول في كل مرة أن تلعب الجزائر دورا ثانويا دائما، رغم أن الجزائر في اللعبة الجيوسياسية تحاول التموقع، تحاول أن تفرض الدبلوماسية الاستباقية، إلا أن هناك أطرافا في الداخل تريد أن تكبح هذه الطفرة. لماذا برأيكم أستاذ بغرارة؟ هو أطراف داخلية وأطراف خارجية، لأن البرقية كانت واضحة مرتبطان تمام. نعم، لأن اليوم المدارس الأمنية في العالم، مدرسة كوبنهاغن أو مدرسة باريس أو مدرسة اسكتلندا، تقريبا كلهم يجعلون المواطن البسيط هو الذي يكون في الصفوف الأولى للأمن القومي، وبالتالي ضرورة هذه التنمية التي بشرتها الجزائر لاستدراك الكثير من التأخر في التنمية هو لتعزيز الأمن القومي، ثم تصدير التنمية إلى الدول الجوار من أجل تحصين الأمن القومي الجزائري. لأن الإبقاء فقط على الحديث عن المشاكل الأمنية هذا سيساعد الغرب في نهب الثروات وفي نشر هذا الوعي الذي يعترف إلا بالله أمن من أجل البقاء في إفريقيا وجعل الدول هشمة. ورد في وكالة الأنباء وحول الجمود هو أن فيه مقاومة سواء في السودان أو في الجزائر، بعد الحراك في السودان هناك دول
فاسدة بأموال فاسدة معروفة وللأسف عربية وإسلامية تحاول النيل من الدول التي تحدث فيها إصلاحات وتحدث فيها تغيرات من أجل الارتقاء إلى الأعلى وتبوأ المناصب أو المكانة المهمة في الجوار الإقليمي وفي الجوار الدولي. لاحظ ما يحدث في السودان وما يحدث في الجزائر، وحتى عندما جاء البرهان إلى الجزائر تحدث عن قوى الشر. هذه القوى اليوم تحاول التوغل في مالي وتحاول التوغل في نيجر من أجل وقف مشروع نيجال الذي يربط نيجيريا النيجر الجزائر والاتحاد الأوروبي. يحاولون الضغط على موريتانيا. لا يخفى على أحد بأن ماكي سال جاء الرئيس السنغالي جاء إلى الجزائر بفعل ما يعيشه السنغال من ضغوطات وتوترات. لاحظ بأنه عندما تقترب مرحلة الانتخابات في مالي أو في النيجر أو في بوركينا فاسو أو في السنغال تقوم هذه الشركة المتعددة الجنسيات التي تتآمر على الدول الإفريقية وتحاول إبقاء تحت سيطرتها ماكي سال. هذه شجاعة كبيرة منه الانضمام إلى منتدى الغاز، لأن الضغوطات كبيرة جدا مع إنشاء معهد الغاز. يمكن للدول الإفريقية أن تقلص من تواجد هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتبر استعمار بورقة ناعمة، حيث يسيطرون على كل الموارد الإفريقية. اليوم اكتشاف بئر مهم جدا في موريتانيا، بئر الله، وهناك بئر أو هناك حقول غازية ممتدة من موريتانيا إلى السنغال وصولا إلى غامبيا وغينيا الاستوائية، وبالتالي الأطماع كبيرة جدا، فيه اختراقات كبيرة لإفريقيا. لأن الجزائر عندما عادت إلى الساحة الإفريقية تقريبا في 3 قمم الإفريقية الأخيرة كانت تشدد على ضرورة وقف التدخل الأجنبي الذي يعتبر استعمارا مازال ينهش إفريقيا ويخترقها ويفشل كل مخططات الإصلاح. لاحظ الانقلابات منذ 1960 213 انقلاب في إفريقيا، منها 100 ناجحة، وبالتالي كل هذه المعطيات التي تدركها الجزائر. ولكن الجزائر اليوم تقول بأن حل هذه الملفات يتطلب إلى اتحاد إفريقي، ولكن الجزائر لن تسكت مثل ما حدث في وقت سابق عندما شكلوا جزائر مثل ما جاء في البرقية نمر من ورق. بالتالي اليوم الجزائر عادت بقوة، وهذا مطلب إفريقي، لأن مجيء السنغال ومجيء موريتانيا والموزمبيق التي تعاني كذلك من فوضى كبيرة جدا، أرادت بعض الدول تجنيد بعض الجماعات الإرهابية المصنوعة استخباراتيا للتأثير على الإنتاج النفطي والغازي في موزمبيق التي تمكنت من التصدير بعد مجهودات كبيرة جدا. وبالتالي هذه التحولات في الجوار الإفريقي وفي الجوار العربي جعلت الجزائر تأخذ زمام القيادة، لأن اليوم مهما بلغت المؤامرات على الجزائر، الجزائر دولة محورية بالنظر إلى حاجة أوروبا وحاجة الأمريكان. عندما تشاهد الأمريكان رغم الحرب الدبلوماسية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في شهر أوت الماضي عندما هنأ بايدن الجزائر بعيد استقلالها، بعدها أنطوني بلينكن في ظل الحركية الدبلوماسية الجزائرية قال لسيد أحمد عطاف عندما يتاح لكم الوقت نحن ننتظر زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ذهبنا وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن شغفها بدخول الجزائر إلى مجلس الأمن من أجل التعامل والتعاون معها، ولو بلغة هذه الاختلافات والتناقضات في المواقف والرؤية تجاه مختلف المواقف. اليوم دافيد كاميرون يتحدث مع الجزائر حول القضية الفلسطينية ويبدي مرونة كبيرة جدا، وبالتالي فيه بالتذكير كانت اتصال هاتفي مع سيد وزير الخارجية تمام، وحتى وزير خارجية رومانيا اليوم الكثير من الاتصالات مع الجزائر لدورها المحوري، لأن الغرب اليوم يرى في الجزائر نقطة أمان مهمة جدا، لأنها في شمال المتوسط وفي شمال إفريقيا ولديها امتداد إفريقي وعربي، وهي مؤثرة جدا خاصة مع بروز ورقة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح. وبالتالي اليوم تغيرت النظرة للجزائر. عندما تم تجميد الاتفاق الجزائر في مالي ردت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بطريقة قاسية جدا على مالي، لأنهم يدركون بأن منطقة الساحل وهذه الفوضى. لاحظ التآمر وصل إلى تشاد في اليوم الأول من انطلاق منتدى الغاز في الجزائر، لعبة الدومينو وصلت في السقوط إلى غاية تشاد وحدثت فوضى كبيرة جدا. وبالتالي الأمور متشعبة ومتضاربة، وعليه ربما
نقول بأن الأمن القومي الجزائري هو يعتمد على أدنى موظف جزائري، أدنى مواطن جزائري. المدارس الأمنية تربط الأمن القومي الداخلي بالأمن القومي الخارجي، وهذا ما تعمل عليه الجزائر. اليوم أمننا القومي في جنوب إفريقيا وفي الصين وفي روسيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عولمة الأمن والتموقع والانتقال بالأمن القومي إلى مجالات واسعة. لأن أستاذ عدران، حتى عندما نصد أو نفتح خطوط جوية، هذا أمر مهم جدا نحو إفريقيا، لأن الأفارقة لا يؤمنون إلا بمن يأتي إليهم. عندما تفتح بنوك، عندما تصدر خدمات، عندما تقيم مناطق للتبادل الحر، هذا يعني تنمية كبيرة على المناطق الحدودية وقطع الطريق أمام الورقة الإرهابية وأمام الاتجار بالبشر والهجرة غير شرعية. لأن في ليبيا مثلا 800 ألف مهاجر غير شرعي. لاحظ، عندما تريد المنظمات غير حكومية الضغط عليك أو تأليب الرأي العام، يثيرون هذه الورقة بين الجزائر، تونس وليبيا، وممكن أن تصبح خلافات ثنائية. لأن حتى التفاهم حول الالتقاء كل 3 أشهر بين تونس ليبيا والجزائر، هذا أمر مهم جدا. هذه دبلوماسية استباقية، هذه العودة إلى المبادرة وحشد الدعم الإقليمي من أجل تعزيز الأمن القومي والتأثير في العلاقات الدولية. جيد. أستاذ هوري تغرسي، في الاقتصاد أيضا هناك من قلقوا جدا للاستراتيجية التي تنتهجها الجزائر، لا سيما الحرب على الفساد التي أقلقت البعض وشكلت بعض اللوبيات الذين يحاولون في كل مرة خلق بلبلة فقط لأنهم تضرروا من هذا السيف في وجه الفاسدين. أستاذ غرسي، نعم، شفنا كثير من المسرحيات كان في المرحلة السابقة، والدفاع طبعا حتى بالنسبة لي هادو المتآمرين على الاقتصاد الوطني، من خلال طبعا المرافعات، من خلال المحاكم الدولية، من خلال كثير من الأمور، لأنه مصالح شخصية تربط طبعا سواء بالنسبة لهذه الدول أو المتعاملين. نظن أنه هنا نأكد نقطة مهمة جدا، تشوف اتفاقية شراكة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، اتفاقية شراكة كنا تقريبا نعتمد أو نتمنى 3 نقاط أساسية من هذه الشركة. النقطة الأولى مرتبطة بقضية طبعا استقطاب تكنولوجيا، ولم نرتقي إلى استقطاب طبعا تكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي من 2005 إلى يومنا هذا. نقطة ثانية، قضية تحول رؤوس الأموال، لم ترتقي هذه الشركات رغما في كثير من المرات أنه مفوضات الاتحاد الأوروبي تنادي المستثمرين، تنادي الشركات للولوج إلى الجزائر، لم ترتقي طبعا للحصول. النقطة الثالثة، حتى بالنسبة للتطور وحركية بالنسبة للعنصر البشري، اليوم انغلاق تقريبا كلي بالنسبة للعنصر البشري، حتى بالنسبة للجامعات الأستاذ معنا، قضية الحصول على تأشيرات بالنسبة للتكوين، بالنسبة للتطوير، بالنسبة لكثير من الأمور صعبة طبعا، وبالتالي أنه القضية اللي واعتمدت في الجزائر في الحالة هذه على استثمارات محلية، لأنه نولوا إشكالية الاستثمارات، الاستثمارات الأجنبية. حتى برقية وكالة الأنباء اليوم كانت صريحة، قالت رغم كل شيء لم تحصل الجزائر لا على استثمارات أجنبية مباشرة، ولا على التزامات، ولا على الاعتراف، ولا على تحالفات استراتيجية، ولا حتى على الاحترام. أستاذ هوري تغرسي، أكيد قلنا أنه من حيث المنظومة الاقتصادية، رغم أنه الفوائد، حتى أنه هناك قانون بالنسبة للمحروقات 2019، لأنه كنا نعانوا في المرحلة السابقة، كانت هناك أسباب لعدم ولوج كثير من الاستثمارات بسبب أزمات معروفة في السابق، ولكن لم نرتقي إلى اكتساب نوعي بالنسبة للاستثمارات مع الشريك الإيطالي اللي ارتقى في كل مرة من خلال طبعا هذه الشراكات المهمة جدا. هذا مهم جدا، لأنه ثم عولت الجزائر على الإمكانيات المحلية. نعم، هناك تطوير بالنسبة لقوانين، بالنسبة للتشريعات، بالنسبة للاستثمار المحلي، بالنسبة لخلق المؤسسات، بالنسبة للمؤسسات الناشئة. هنا قلنا كان هناك تشريعات وقوانين مهمة جدا، طبعا قمنا بتطوير هذه القوانين لفسح المجال بالنسبة لي، نطمح طبعا لحصول على استثمارات قوية في الجزائر، لأنه هناك إمكانيات، هناك تنوع بيئي، هناك طبعا ثروة متنوعة، هناك تقريبا في كل القطاعات. اليوم طبعا هناك إمكانيات وطنية بالنسبة للحديد، هناك إمكانيات بالنسبة للزراعة، هناك إمكانيات بالنسبة لعديد من المشاريع الخلاقة للثروة واللي ممكن تحقق أرباح كبيرة. ولكن لاحظنا أنه
هناك طبعا غلق بالنسبة للجزائر حتى من ناحية الاستثمارات، وهنا يدل طبعا على الجفاف اللي موجود في هذه الدول. ولأنه علاش قررت الجزائر دائما كانت طبعا سيادية في كثير من الأمور، حتى أنه حتى بالنسبة لوقوف الجزائر بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المرحلة السابقة للأزمة الأوكرانية الروسية، شفنا طبعا ولوج الجزائر لتوفير هذه المورد الطاقوي مهم بالنسبة للجزائر، ولكن رغم ذلك من صلاحيتهم ومن مصلحتهم لكن لم ترتقي هذه المؤسسات للولوج إلى الجزائر طبعا رغم الاستكشافات اللي كانت موجودة بكثرة، رغم الربحية اللي موجودة في هذا المجال بكثرة، رغم أنه حتى هناك برامج مهمة جدا في الانتقال الطاقوي في المراحل القادمة، ولكن لم ترتقي هذه المؤسسات للولوج فعلا لكلمة طبعا استثمار حقيقي فعلي يعود بالربح بالنسبة للطرفين. جيد أستاذ عبد الحكيم بغرارة، هناك من حذر ويحذر الجزائر من المضي ضد التيار السائد والتيار الذي يحمي الكيان الصهيوني، رغم ذلك الجزائر في مجلس الأمن نعود ونستذكر ما قاله السيد عمار بن جامع في تلك الكلمة المؤثرة. اليوم أيضا وزير الخارجية السيد أحمد عطاف في اجتماع وزراء الخارجية لمجلس التعاون الإسلامي قالها صراحة، إذا لم نوقف علاقتنا مع هذا الكيان، العلاقات الثقافية والعسكرية والأمنية والاستراتيجية، فلا مجال لأن نصدر بيانا فارغا خالي من معانيه. يعني الجزائر أصبحت ربما مباشرة في كلامها لما يخص الأمر المبادئ والقضية الفلسطينية بالذات. أستاذ بغرارة، رمزية التمثيل الجزائري فقط أصبحت مواقف، لأن في آخر قمة عربية استثنائية شاركنا بمندوب الجزائر في جامعة الدول العربية، وبالتالي هذه أصلا رسائل واضحة للمطبعين والمتآمرين. اليوم هناك دول جديدة تنشأ في المتوسط من أجل محاصرة محاور المقاومة، لأن في الأخير مواقف الجزائر في القضية العادلة هي مواقف شعبية، وبالتالي فيه تطابق كبير بين النظام في الجزائر أو السلطة وبين الشعب الجزائري، عكس الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة صحيح. الأمريكية فيه تفاوت بين الرأي العام وبين الأنظمة، وهذا خلق أزمات صامتة كبيرة جدا، لأن تغير المواقف الأوروبية وخاصة البريطانية والفرنسية والإسبانية لم يكن عبثيا، وبالتالي هم يشعرون بأن سقوطهم قد يكون في أي لحظة بما فيها الانتخابات الأمريكية، وبالتالي خطاب الجزائر هو واضح جدا. حتى في القمة الاستثنائية قدمنا 5 مقترحات مهمة جدا من خلال وقف الدعم العسكري من الدول العربية ووقف الكثير من الأمور التي تخدم الكيان الصهيوني. اليوم اكتشفنا بأن ما تصرح به الكثير من الأنظمة في وسائل الإعلام هو مسكنات للشعوب، لأن اليوم نلاحظ كاميلا هاريس بالأمس قالت يجب وقف فوري لإطلاق النار، في حين أنها ترفض ذلك داخل مجلس الأمن. تمام، كاميلا هاريس هم ديمقراطيين اليوم في وضع ضعيف جدا، هم يخلقون مثل هذه السيناريوهات الهوليوودية، لأن حتى التسويق لزيارة بيني غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبأن نتنياهو لم يكن يعلم، لكن في الواقع هم يجهزون على غزة ويدمرون غزة. ولكن عدم اختصار القضية الفلسطينية في إنزال مساعدات من السماء الذي هي هذه إهانة لهذا الرأي العام لهذه الدول الغربية والمواقف الأمريكية، لأن الواقع وألم الصهاينة والأمريكان وعديد الدول المطبعة من ضربات المقاومة ومن نصر المقاومة وجدوا في هذه السيناريوهات كل مرة يختلقون سيناريو لتوجيه الرأي العام العالمي الذي أدان الكيان الصهيوني وفضح كل هذه الجرائم. مواقف الجزائر كانت من بين الأمور المحفزة لهذا الرأي العام عبر مجلس الأمن، لأنك عندما تقترح مشروع قرار وترفض أن تعدله لأنك صاحب القلم في إعداد مشروع القرار والإبقاء على الضوء الأزرق لتبرير هذا وتحدي الولايات المتحدة الأمريكية، لا نغفل بأن المخيال العالمي اليوم يتأثر بمثل هذه المواقف، خاصة وأن الأمريكان الوحيدين الذين استعملوا حق الفيتو مع امتناع بريطاني، وهذا كان في بعد أيام من هذا الفيتو الأمريكي خرجت مسيرات مليونية، لأن ما عندما تشاهد تصاعد المسيرات في ألبانيا وتصاعد المسيرات في بريطانيا وطرد وزيرة الخارجية واللجوء إلى دافيد
كاميرون الذي كان رئيسا للوزراء، وبالتالي الأمور أصبحت حساسة جدا، فيه ضغط رهيب جدا اليوم. لولا هذا التركيز الإعلامي الذي يوجه نحو المأساة الإنسانية والمساعدات، واستغلها حتى بعض الحكام العرب للظهور بمظهر الرومبو وهو يوزع المساعدات، ولكن هذه محاولات إدلال الفلسطينيين، هذا وسام شرف لفلسطين لأنهم أصحاب مبادئ وأصحاب رسالة، مثل ما جاء في البرقية اليوم: تاريخنا النضالي والثوري يدفعنا إلى الوقوف مع القضية الفلسطينية كمسؤولية وكواجب. نعم. وفي الأخير نحن مستعدين لخوض الصعاب في إطار هذه المبادئ، لأنها ثمن فرض الهيبة أستاذ. تمام، لأن العيش بدون كرامة لن يضمن شيئا. المجاعة هي مجاعة النخوة ومجاعة الشرف ومجاعة الكرامة، وليس مجاعة الأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا توقد النار بالثلاثة أشهر في بيته، وبالتالي ما يقوم به الفلسطينيين لا يجب أن يدفعنا إلى الاستكانة أو إلى الاستسلام، لأن المطلع على وسائل الإعلام الصهيونية أو وسائل الدعاية الصهيونية اعترفت بحنكة وبثبات المقاومة وبتكامل المقاومة وبفشل كل الاختراقات، خاصة من خلال محاولة إثارة فتنة بين قيادات المقاومة في الداخل والخارج. كل هذه الأمور سقطت في الماء، وبالتالي يجب أن نحذر إعلاميا، يجب أن نسوق لانتصارات المقاومة. صحيح. لا يجب أن نركز على المساعدات الإنسانية، لأن مهما بلغت هذه المساعدات هذا اعتراف من الإرهابيين ومن المجرمين العالميين الذين يحاولون أخذ بعض الملائكية من خلال إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه المساعدات هي وسام شرف للفلسطينيين، لأنه جعلوا الرأي العام العالمي يدين كل هذه الأنظمة رغم كل هذه المحاولات الدعائية. لكن يجب الحذر والحذر والحذر، لأن المأساة هي مأساة فقدان الكرامة وفقدان النخوة والانبطاح للكيان الصهيوني، وعليه فالجزائر من خلال هذه البرقية جاءت في وقت مهم جدا. مواقف الجزائر في مختلف هذه المنابر هي دعم معنوي للقضية الفلسطينية وفضح للكثير من الذين يريدون أخذ العظم على حساب جثة الشعب الفلسطيني. جيد، في كلمة أو اثنين أستاذ عبد الحكيم برارة، الجزائر العائدة إلى الواجهة جزائر تزعج، تزعج من؟ لا، هي تزعج عديد الدول صراحة، خاصة المغرب، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في إطار الدبلوماسي والحروب الدبلوماسية والمصالح بين الدول. ولكن رغم كل هذه الحروب الجزائر تحظى باحترام كبير جدا، فقط بعض القلائل من النخب الذين يقولون بأن الدول الغنية بالمال والنفط لا يجب أن نعاديها أو لا يجب أن نرد عليها، هذا خطأ جسيم جدا، لأننا نحن الجزائريين صراحة نختلف فيما بيننا، ولكن النخوة والشجاعة والكرامة هي رأس مال الجزائريين، ولا نعير اهتمام لمن يستعديها. والرسالة وضحت أو وصلت للكثير من الدول، حتى إقامة دول جديدة في البحر الأبيض المتوسط والتقرب من الجزائر والمجال الإفريقي والمجال، هذه كلها أمور مدركة من الجزائر، ولدينا كل الإمكانيات لخوض الصعاب من أجل إبقاء هيبة ومكانة الجزائر. شكرا لكم ضيفي الكريم أستاذ عبد الحكيم بغرارة أستاذ العلوم الإعلام والاقتصاد، شكرا لك أستاذ لواري تغرسي المحلل الاقتصادي، شكرا لكم أيضا على المشاركة في حدث برنامج جزائر مباشر، حدثنا متواصل. إذن في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي، انطلقت بالعاصمة أشغال الاجتماع 12 للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والتي تنظمه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
لتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع أسعد باستضافة معي هنا في البلاطو السيد حمزة خضري، عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. سيدي مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا، وشكرا للتلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة. شكرا لكم سيد خضري. كي في البداية، عفوا، ما هي الجمعية الإفريقية لهيئة مكافحة الفساد وما هي أهدافها سيد خضري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك سيدي، الجزائر اليوم تؤكد أنها القلب النابض ومحور العمل الإفريقي المشترك. نعم. ليس فقط على مستوى الكليات كما تفعل الجزائر دائما على مستوى الاتحاد الإفريقي، بل كذلك على مستوى الجزئيات. والجزائر اليوم تؤكد أنها ملتزمة أيضا بالإصلاح الدستوري لسنة 2020 الذي أكد أن البعد الإفريقي للجزائر هو بعد استراتيجي. نعم. في هذا الإطار تستضيف الجزائر اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية. جمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية هي جمعية تتكون من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد. نعم. هذه الجمعية ظهرت في أول مرة فكرة تأسيسها في بوروندي سنة 2011، وبعد ذلك بذلت جهود في عديد من الدول الإفريقية منها الجزائر إلى أن أعلن عن تأسيس جمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية. هذه الجمعية التي تضم في مكتبها التنفيذي 8 دول، هذه الدول تتمثل في مصر ومالي والكاميرون وكذلك تنزانيا وغيرها من الدول الأعضاء في هذه اللجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا، لها جملة من الأهداف الأساسية. الهدف الأول أن هذه الجمعية تقدم المساعدة التقنية والمساعدة القانونية للدول الأعضاء من أجل التطبيق الأمثل للاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أيضا من الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الجمعية أنها تقدم يد المساعدة للدول الأعضاء في مجالات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الفساد. نعم. وكذلك تشتغل أيضا في استرجاع الأموال المنهوبة واسترجاع الموجودات، وأيضا تشتغل في مجال مد يد المساعدة لكل الدول الإفريقية في التكوين وفي التدريب في كل القضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته. جيد. سيدة خضري، ما هي أهم النقاشات والملفات التي أثيرت في هذه الدورة 12؟ هذه الدورة 12 للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية تأتي مباشرة بعد الدورة 6 للجمعية العامة لهذه الجمعية التي عقدت في جنوب إفريقيا. نعم. لذلك من الطبيعي أن هذا الاجتماع سيخصص أو خصص بالدرجة الأولى لتقييم مدى تنفيذ التوصيات التي أمرت بها الجمعية العامة لهذه الجمعية التي انعقدت العام الماضي في جوهانسبورغ. وكذلك هذا الاجتماع خصص أيضا لتناول أهم القضايا التي تدخل في صلب اختصاص هذه الجمعية، ومن بينها القضايا المتعلقة بالتدريب والقضايا المتعلقة بالتكوين. نعم سيدة خضري، الآن مدام نتحدث عن تنسيق إقليمي، ما هي ربما القنوات، ما هي الآليات الخاصة بهذا التنسيق الإقليمي؟ هل هي واضحة؟ هل هي موضوعة سيد خضري؟ نعم، بطبيعة الحال لعل أن هذا الاجتماع كان فرصة ثمينة للنقاش حول الكثير من المسائل المتعلقة بنشاطات الجمعية، لا سيما في المجالات المتعلقة باستراتيجيات مكافحة الفساد. وفي هذا الصدد قدمت الجزائر هذا الصباح قدمت عرضا هاما على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. عفوا. عفوا استاذ، اذا نبقى دائما في هذا الموضوع، ربما سنتحدث بعد قليل عن استراتيجية الجزائر في مكافحة الفساد. اذكر فقط ان هذا اللقاء 12 لهيئات مكافحة الهيئات الافريقية لمكافحة الفساد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من مكافحة الفساد، وتنظمه
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، هذه السلطة التي تقوم بوضع الاستراتيجية العريضة الخاصة بمكافحة الفساد في بلادنا من خلال ما يعطيها ويخوله لها القانون من صلاحيات، ومن خلال التنسيق مع عديد الهيئات وعديد المؤسسات أيضا في الداخل وفي الخارج أيضا. أستاذ خضري، ممكن أن نتحدث قليلا عن ما تقوم به الهيئة؟ عفوا، كان هذا الاجتماع هو فرصة للجزائر لتقدم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. هذه الاستراتيجية التي يعلم الجميع أنه تم إطلاقها خلال شهر جوان الماضي، والتي تمتد من سنة 2023 إلى 2027. هذه الاستراتيجية التي جاءت تحت عنوان من أجل جزائر مناهضة للفساد، كانت فرصة هذا الاجتماع أن الجزائر قدمت عرض حول هذه الاستراتيجية يمكن الاستفادة منه من كل الدول الأعضاء في هذه الجمعية وكل الدول الإفريقية. وقد بينا في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن هذه الاستراتيجية تقوم على 5 غايات أساسية وعلى 17 هدف استراتيجي. لذلك نتوقع أن هذه الاستراتيجية التي كانت برعاية السيد رئيس الجمهورية في جوان الماضي ستكون مرجع للدول الأعضاء 8 في اللجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد، يمكن الاستفادة منها سواء على مستوى الرؤية، على مستوى الغايات، على مستوى الأهداف الاستراتيجية، وكذلك على مستوى التدابير التنفيذية. إذن هذا الاجتماع أيضا كان فرصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وفي هذا الإطار استمع الحضور من أعضاء هذه الجمعية باهتمام إلى كلمة السيدة رئيسة السلطة التي تكلمت عن الشبكة الجزائرية للشفافية نراكم، وهي فكرة جزائرية خالصة لقيت ترحيبا كبيرا في اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بأطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي شهرين. هذه الفكرة التي ممكن أن يستفيد منها الدول الأعضاء في إفريقيا تتمثل في إنشاء تحالف ما بين هيئات الرقابة المكلفة بمكافحة الفساد ممثلة في السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة، تحالف مع جمعيات المجتمع المدني، مع وسائل الإعلام والصحفيين والمهنيين، وكذلك مع مخابر البحث وفي مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية. هذه الفكرة كانت من الأفكار التي طرحت في هذا الاجتماع ولقيت ترحيبا من جمعيات مكافحة الفساد الإفريقية أو من هيئات مكافحة الفساد الإفريقية التي شاركت في هذا الاجتماع. إذن هذا توجد نزاهة أيضا هناك، أخرى من الأفكار التي طرحت من الجزائر في هذا الاجتماع هو مؤشر النزاهة. هذا المؤشر هو عبارة عن مصفوفة لقياس النزاهة في مؤسسات القطاع العام. هذه المصفوفة للأمانة يعني أخذتها الجزائر من تجربة كوريا الجنوبية، وقامت بتكييفها حسب خصوصيات المجتمع الجزائري وخصوصيات الجزائر. واليوم هذا المؤشر تقاس عن طريقه النزاهة في مؤسسات القطاع العام، وتقريبا هناك أكثر من 17 مؤسسة عمومية في الجزائر يتم قياس درجة النزاهة فيها عن طريق هذا المؤشر. أيضا هذا المؤشر هو تجربة جزائرية خالصة قدمت للدول الإفريقية ممكن أن تستفيد منه في استراتيجياتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وفي إعداد برامجها للوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد. جيد. سيد خضري، في الأخير نتحدث ربما عن دور الإعلام ودور المجتمع المدني في الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد، ما دام أن الجزائر أبرزت وأعطت الآليات والخاصة بمكافحة الفساد كما قال السيد خضري نزاهة أو حتى نراكم. سيد خضري، نتحدث عن دور الإعلام والمجتمع المدني في هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته هي خطة عمل متكاملة تطبق
على مدى 5 سنوات القادمة بشعار من أجل جزائر مناهضة للفساد تقوم على معايير النزاهة والشفافية والمساءلة. نعم. هذه الاستراتيجية لديها 5 غايات. جيد. من الغايات الأساسية في هذه الاستراتيجية هي الغاية الثانية التي جاءت بعنوان تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته. ومن أجل تنفيذ هذه الغاية وتجسيدها على أرض الواقع قامت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بزيارات لعديد من الولايات على المستوى الوطني، وتم الاستماع للجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكللت هذه الزيارات بإنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية. الشبكة الجزائرية للشفافية هي تحالف أولا بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والجمعيات الوطنية والولائية والمحلية وجمعيات الأحياء، وكذلك تحالف مع رجال الإعلام ومهني الإعلام سواء في الصحافة السمعية البصرية أو في الصحافة المكتوبة أو في الصحافة الإلكترونية. إذن هذه الشبكة الجزائرية للشفافية هي تحالف ما بين جهة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته والجمعيات. ما هو دور هذه الشبكة؟ دور هذه الشبكة لا يتمثل في التبليغ. هذه الشبكة ليست منصة للتبليغ عن جرائم الفساد فقط، وإنما هذه منصة أيضا أو هذه الشبكة هي شبكة للتدريب، للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته. هذه المنصة أيضا لنشر البحوث والدراسات من مختلف الجامعات ومخابر البحث ووحدات البحث في موضوع الوقاية من الفساد ومكافحته. إذن تجربة الشبكة الجزائرية للشفافية تجسد دور المجتمع المدني. نعم. ودور المجتمع المدني هو تجسيد للديمقراطية التشاركية، لأنه دستور 2020 أرسى الديمقراطية التشاركية كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري. واليوم المواطن عن طريق المجتمع المدني لا يعد قوة اقتراح فقط، وإنما له دور مع الإدارة في تسيير الشأن العمومي. لذلك إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية هو تجسيد لمبدأ الديمقراطية التشاركية الذي جاء به الدستور الجزائري، هو تجسيد أيضا لدور المجتمع المدني في التنمية عن طريق إعطاء المجتمع المدني دور هام في الوقاية من الفساد ومكافحته. جيد، شكرا لكم سيدة حمزة خضري. أذكر أنتم عضو مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. شكرا، شكرا على حضوري وعلى هذه التوضيحات. نبقى دائما نتابع هذا الموضوع. شكرا لكم. شكرا سيد. جزيلا شكرا. ننتقل مباشرة إلى الملف. قدم إذن العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل العربي بن مهيدي للمخرج بشير الدرايس سهرة الأمس بالجزائر العاصمة، ويتناول الفيلم المسار النضالي للشهيد والبطل الرمز بن مهيدي في سبيل استقلال الجزائر. تقول ياسين يا حسيني. الشهيد الرمز صاحب أشهر ابتسامة هزمت أقوى الجنرالات الفرنسية، العربي بن مهيدي اسم ثوري تفتخر به السجلات التاريخية وتتذكره الذاكرة الوطنية، يعرف في الذكرى 67 استشهاده توثيقا سينمائيا لفيلم طويل يحمل اسم العربي بن مهيدي. فيلم تاع العربي بن مهيدي اللي يبين حياته، يبين الاسلوب اللي كان يخدم به، الفكر تاعو. وانا الاول اللي راح نديكوفري الفيلم معكم، والحمد لله كي الفيلم تلاقى بالجمهور. انشانا استديوهات وقمنا بتصميم ملابس تعود لتلك الحقبه،
الخاصة بالمجاهدين وكذلك قوات العدو. كنت جد صارما حتى فيما يخص الديكور، وذلك احتراما لكل معايير السينمائية لإنجاح هذا الفيلم. العربي بن مهيدي مسار مناضل جزائري وشهيد ثوري، شخصية قيادية بمبادئ نضالية راسخة، هو ما أبرزه هذا العرض الشرفي الأول على أن يوزع على كافة القاعات السينمائية الجزائرية لفائدة عشاق الأفلام التاريخية قريبا. نعود إلى البلاطو وسعد باستضافة معي سيد طيب تهامي المنتج والناقد السينمائي. سيدي مرحبا. مرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة. شكرا على تلبيتها أيضا. سيد طيب تهامي، وأخيرا استطاع الجمهور الجزائري أن يشاهد فيلم العربي بن مهيدي، لكن العربي بن مهيدي هذا الفيلم ليس وحده، سيتم اليوم أو سيتم في هذه الأيام تصوير عديد الأفلام الروائية التاريخية مثل فيلم الشهيد زيغود يوسف، فيلم الشهيد أحمد بن عبد الرزاق لواسي الحواس، فيلم السويقة، فيلم الساقية، فيلم أحمد بوقرة لجعفر قاسم. هل هي بداية ثورة سينمائية في الجزائر أستاذ طيب تهامي؟ كإنتاج أكيد، يعني هذه الديمومة في الإنتاج السينمائي في الجزائر، لاحظنا أن هناك يعني حركية كبيرة خلال هذه الأعوام الثلاثة في الإنتاج السينمائي، وإنتاج يعني إنتاج متنوع. نعم. يعني هناك أفلام كبيرة مثل الأفلام التي تحدثت عنها، أفلام ثورية، وهناك كذلك عديد أو أكثر من تقريبا في حوالي أكثر من عشرة أفلام قصيرة في إطار ستينية ثورة التحرير. ناهيك عن الكثير من الأفلام الوثائقية التي أنتجت في إطار دائما ستينية الثورة التحريرية. هذه الحركية التي نأمل أن لا تكون فقط مناسبتية، وإنما يعني ترتبط بالمقاربة الشاملة للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، وهذه المقاربة الشاملة التي أكد عليها رئيس الجمهورية دائما وأبدا، أن تكون هناك مقاربة لصناعة سينمائية مستمرة ومتواصلة في الجزائر. جيد، مؤخرا تمت المصادقة على قانون الصناعة السينماتوغرافية، طلعتم أكيد على هذا القانون سيد طيب تهامي، هل تعتقد أن هذا القانون سيساعد في الوصول لهذه المقاربة الشاملة التي تتحدثنا عنها سيدي؟ أكيد، القانون يعني في 85 بند، كل هذه البنود يعني تتعلق بهذه المقاربة الشاملة للصناعة السينماتوغرافية. نعم. يعني لم يعد اليوم الحديث فقط عن تمويل الأفلام السينمائية، لم يعد فقط الحديث عن دعم الأفلام السينمائية، لم يعد فقط الحديث عن توزيع الأفلام السينمائية، اليوم نتحدث عن صناعة مثلها مثل باقي الصناعات الأخرى التي تحتاج إلى مقاربة اقتصادية بالدرجة الأولى. هذه المقاربة اليوم الدولة تعول عليها. نلاحظ أن القانون يعني مر على البرلمان وتم المصادقة عليه بالإجماع، كذلك يعني لأول مرة تقريبا في تاريخ الجزائر أنه يتم وضع آليات لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية. لأول مرة يلتقي مهني القطاع عن طريق يعني تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، لأول مرة يلتقي مهني القطاع بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. صحيح. وهذا يعني عامل مهم يعطينا ويؤكد لنا أنه هناك هذه المقاربة الشاملة بدأت يعني تتجسد على أرض الواقع. هل هذا سيحفز ربما رجال أعمال أستاذ طيب تهامي للاستثمار في القطاع السينمائي، اللي تعرف جيدا أن السينما تحتاج كثيرا إلى أموال، أكيد فيه دعم الدولة، أكيد فيه قروض تصل إلى 70% من طرف البنوك، لكن فيه أيضا تمويل مهم جدا في الصناعة السينماتوغرافية وهو سبونسورينج، وهو رجال الأعمال الذين لديهم المال. هل ربما اليوم هم محفزون للدخول في هذا الميدان سيد تهامي؟ أنا أظن أن دعم الدولة مهم، لكن الأهم هو القطاع الخاص. صحيح. يعني أي حركية في هذا المجال مرتبطة أصلا بالقطاع الخاص.
الخاص. لأنه القطاع الخاص يعني آليات تمويل الأفلام أو آليات توزيع الأفلام، القطاع الخاص دائما لديه مرونة في التمويل، في التوزيع، في الاستغلال، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص مهم جدا. لكن تشجيع القطاع الخاص ضروري أنه مرتبط بالقانون، مرتبط بقانون السينما، لأنه هناك تسهيلات، هناك امتيازات تشجع القطاع الخاص على حاليا على الاستثمار في المجال السينمائي. لما نتكلم عن الاستثمار في المجال السينمائي، ليس فقط يعني الأفلام المحلية المنتجة محليا في الجزائر، الجمهور الجزائري متعطش إلى العودة إلى قاعة السينما. اليوم مهم جدا أنه المستثمرين الخواص يعني ضرورة وجود قاعات سينمائية ولو صغيرة في كل بلدية من بلديات صحيح. القطر. الآن نتكلم، ذكرنا العرض الشرفي لعبد بن مهيدي كان في أوبرا الجزائر، تعرف أن أوبرا الجزائر ليست مهيئة لأفلام سينمائية، صحيح، إلا أنها احتضنت، هي فيها 1400 مقعد، بالأمس احتضنت 1600 يعني دعوة وزعت وتم الحضور إلى أوبرا الجزائر. هذا دليل على تعطش، على تعطش الجمهور لمشاهدة الأفلام السينمائية. هذا أكبر دليل. ولو أنه أن يعني التظاهرات أو النشاط السينمائي لا يجب أن يبقى فقط يعني حكر على المناسبات وحكر على العاصمة فقط، نحن نتكلم عن مقاربة جوارية مهمة جدا في صناعة السينما. اليوم الأفلام السينمائية التي نشاهدها في هوليود بإمكاننا أن نشاهدها في أقصى بلدية في الصحراء الجزائرية، في الغرب، في الشرق الجزائري، ولما لا. هذه لكن اليوم ما الذي يمنع من ذلك أستاذ تهامي؟ نرى جيدا أن قاعات السينما في الجزائر أصبحت تجلب أفلام تخرج في هوليود، أقل من أسبوع تجدها في قاعات السينما في العاصمة، لكن لا تجدها ربما في ولايات قريبة جدا من العاصمة. هل مشكل قاعات، مشكل توزيع أستاذ هي تهامي؟ الإشكالية أنه نتكلم عن نظرة شاملة، يعني ضرورية اليوم، الضرورة اليوم أنه يعني الوقت يعني الآن نشوف أنه القوانين، تجسيد القوانين على أرض الواقع هو المهم جدا الآن. الآن نتحدث عن مسادقة عن قانون الفنان، نتحدث مسادقة الآن عن قانون القانون الصناعة السينماتوغرافية. هذه القوانين الآن هي التي تؤسس إلى هذه الحركية إن شاء الله التي سنعرفها في السنوات القادمة. المقاربة الجوارية مهمة جدا، بلديات الجزائر على احنا لو نبدا بصيغه الميتيبلكس او القاعات الصغيره للسينما، المواطن الجزائري يدخل يشتري مثلا اي اغراض ويجد نفسه يشاهد فيلم داخل فضاء تجاري صغير، يجد انه هناك قاعه سينمائيه صغيره ويدخل يشاهد ويشتري التذكره ويدخل يشاهد الفيلم. هذه هي الخطوه التي يجب ان نصل اليها وفي المستقبل القريب. لو وصلنا لهذه الخطوة كثير من الأمور راح تتحسن. اليوم نتحدث فعلا عن أفلام تاريخية كبيرة، لكن الشيء الذي يجب أن نتحدث عنه هو كذلك يعني تنوع السينما. معروفة أنه الأفلام التجارية هي الأساس، هي الرافد الأساسي في الصناعة السينمائية. السؤال المطروح اليوم، هل لدينا اليوم دعم لأفلام سينمائية هذا تجارية؟ هذا مشكلة، ربما مؤسسات الدولة لا تدعم الأفلام التجارية، تدعم الأفلام الملتزمة، أفلام تاريخية. نحن تحدثنا في جلسات السينما، قلنا أنه ضروري جدا الآن الدعم يجب أن يوجه لجميع فئات. صحيح لا يجب أن ننكر يعني تثمين الذاكرة وتثمين التراث مهمة من مهام دعم الدولة، ضروري جدا. لكن حتى الأفلام الكوميدية التي اعتاد عليها المشاهد الجزائري والتي كان من أجلها يدخل قاعات السينما سنوات السبعينات وسنوات الثمانينات، ضروري جدا أن تعود هذه الأفلام الكوميدية، لأنه في البداية والنهاية الهدف من السينما هو المتعة. الهدف من السينما أنه الجزائري يعني مهم جدا أنه الجمهور الجزائري ترفيه. يدخل لقاعات سينما من أجل الترفيه، ويدخل لقاعات سينما مسبقا على أنه رايح يشاهد فيلم كوميدي، رايح يضحك، رايح يقدر يخلص التذكرة، يقدر يمشي ونقدر نخلق الحركية من جديد. لا نقول أن الأفلام تكون يعني عموما تجارية، لكن التنوع مهم جدا، لأنه الأفلام التجارية يعني رافد مهم، والمقاربة التجارية الآن في الصناعة السينماتوغرافية وصناعة الأفلام مهمة جدا. لا يمكن أن نعيد الجمهور إلى قاعات السينما دون أفلام تجارية ودون أفلام كوميدية في الجزائر، خاصة إذا
تحدثنا عن المستثمرين الخواص، المستثمر الخواص لما يقوم بدراسة هذا المشروع يجد أن يعني الربحية العائد على الاستثمار يكون من خلال أفلام تجارية. أستاذ طيب تهامي، جيد، الآن هناك بعض المنتجين يختارون بأن يسوق إنتاجهم السينمائي خارج الجزائر، وتعرف جيدا أن للمشاركة في مهرجانات أجنبية هناك بعض المعايير وبعض المحددات. هل تعتقد اليوم أن الإنتاج السينمائي الجزائري يجب أن يوجه إلى الداخل أو إلى الخارج أيضا أستاذ طيب؟ هي بنفس النظرة الشاملة، الإنتاج السينمائي الجزائري يجب أن يوجه للداخل كما يجب أن يوجه للخارج. نحن نعلم جيدا أن الأفلام السينمائية التي لاقت رواج والتي تحصلت على جوائز عالمية هي تلك الأفلام التي حفرت في المحلية، لأنه أصلا الجمهور الغربي ليس مطالب بأن يشاهد أفلام مثل التي يشاهدها هو التي أنتجها هو، لكن الشيء الأكيد أنه الغوص في المحلية ويعني اهتمامنا بالمضامين المحلية هي التي تصنع الفارق في النهاية. الفارق أنه نستطيع أن نصل بالفيلم الجزائري يعني إلى مصاف الأفلام الكبرى، وهذا يتطلب، أنا دائما أقول أنه يجب أن يكون هناك تراكم في مجال صناعة السينماتوغرافية. مهم جدا أن نبدأ، ومهم جدا أن نتكلم عن التراكم. حاليا يعني الكلام عن الجودة وعن ليس بالضرورة هذا هو الأصل، يعني لما نتكلم على صناعة نتكلم على تراكم، نتكلم كيف نستطيع أن نجذب الجمهور لقاعات السينما، كيف نستطيع أن ننشر الفكر السينمائي لدى النوادي التي كانت معروفة في السابق، نوادي عشاق السينما على مستوى القطر الجزائري، كيف كانت هناك حركية سينمائية. مهم جدا كل هذه الأشياء، مهم جدا في 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 بلورة يعني هذه المقاربة الشاملة. جيد، شق مهم جدا وهي مهن السينما سيدة طيب التهامي. تعرف جيدا أن الصناعة السينماتوغرافية تحتاج إلى مهن، تحتاج إلى احتراف، لا تحتاج إلى ممثلين هواة، تحتاج إلى ممثلين محترفين، لا تحتاج إلى ربما شركات إنتاج هاوية، تحتاج إلى شركات إنتاج احترافية. في الجزائر ممكن أن نصل إلى هذا المستوى في القريب العاجل سي تهامي؟ أكيد نستطيع، هو كل شيء مربوط بخلق سوق. لما نخلق سوق أكيد أنه سوق الاستهلاك المشاهد الجزائري في النهاية هو الذي يحدد. في النهاية شباك التذاكر هو الذي يحدد الفيلم الجيد من الفيلم الرديء. وبالتالي البقاء في السوق دائما للسلعة الجيدة، يعني يجب أن ندخل للمقاربة الاقتصادية في هذا المجال، في مجال الصناعة السينماتوغرافية. لا يجب أن يبقى الإنتاج السينمائي دائما، نحن نقول لا يجب أن يبقى هذا الإنتاج في إطار مناسباتي، في إطار، بالعكس يجب أن نخلق هذه الحركية وهذه الديمومة على مدى العام في مجال الصناعة السينمائية. نحن تكلمت عن الممثلين وعن مهن السينما. لما نخلق سوق أكيد ضروري أنه يحتاج هذا السوق إلى مهن ومهن احترافية، يعني الاحترافية سوف تتجسد يعني سنة بعد سنة. حتى قانون الفنان يحدد من هو الممثل ومن هو أكيد يعني لما نتكلم عن سوق أكيد نتكلم عن ممثلين محترفين. لما تصبح هناك تراكم في الأعمال، لما يصبح الممثل يشتغل 3 أو 4 مرات في السنة عن طريق إنتاج أفلام وكذلك في مجال الدراما، هنا نتكلم عن رؤية مختلفة. يعني لما تكون هذه الحركية أكيد أنه نصل بالقطاع إلى درجة الاحترافية التي نأمل الوصول إليها. جيد سيدة تهامي، العديد من البلدان أكيد طورت السينما الخاصة بها، لكن استعانت أيضا بشركات إنتاج عالمية. هل تعتقد أن اليوم الصناعة السينماتوغرافية الجزائرية، الفيلم الجزائري يمكن أن تشارك فيه مؤسسات وشركات إنتاج عالمية معروفة، على الأقل ربما من حتى نضمن النوعية وحتى نضمن التسويق فيما بعد سي تهامي؟ ضروري جدا هذا الأمر، وهذا يرتبط ربما من توجيهات رئيس الجمهورية أنه الاعتماد على الدياسبورا، الاعتماد على المخرجين الذين يشتغلون في الخارج، ليس هم كما يقولون بعدد كبير، لكن مهم جدا أنه نستعين مثلا خبرة رشيد بوشارب في هوليود مهمة للغاية كمخرج. يعني سياسة التشبيك ضرورية جدا، الآن مهم جدا أن نخلق شبكات في الخارج. لدينا مخرجين
محترمين في الخارج، لديهم مصداقية في الخارج. نشوفوا رشيد بوشارب لديه مصداقية في هوليود، في صحيح. في فرنسا، في كثير من الدول الأوروبية. هذه هؤلاء المخرجين هم يستطيعون أن يكونون مفاتيح لأعمال إنتاجية مشتركة في الجزائر. ليس فقط رشيد بوشارب، نتكلم عن رشيد بلحاج في إيطاليا، نتكلم عن كثير من المخرجين الذين لديهم صيت وسمعة. نعم. ويجب في إطار هذه الصناعة السينماتوغرافية يجب الاعتماد عليهم في فتح آفاق لإنتاجات مشتركة جزائرية ولما لا أوروبية، صينية، أمريكية. وهذا هو أهم. نعم. يعني أهم عنصر. وتشجيع الشباب موجودين هنا، تشجيع ياسمين شويخ، تشجيع مونس خمار، تشجيع جعفر قاسم، هناك العديد من الأسماء التي يجب أن نشجعها أيضا بربما إعطائها بعض المشاريع ووضع الثقة في هؤلاء الشباب. أكيد أنا فرحت لما نشوف مثلا أسماء مثل شباب يعني. نعم. مثل مونس خمار يعني يقود فيلم. نعم. يقود فيلم كبير مثل فيلم زيغوديوس أو يعني ياسمين شويخ. نعم. نفس الشيء يعني، هذا مهم جدا. جعفر قاسم هذا اللي شكله حاليا، أنا نظن أنه أصبحنا اليوم نتحدث عن مصطلح جديد وهو السينما الجديدة في الجزائر. جميل. السينما التي اليوم يعني شغف الشباب هو الذي يصنع هذه السينما بإمكانيات بسيطة ومحدودة للغاية. نشاهد أن شباب الجزائري يفتك جوائز في مهرجانات دولية كبيرة. أنا يعني بالعكس، أنا يعني عندي أمل كبير في هذا الشباب. ويعني صناعة سينماتوغرافية مهم جدا أن تركز على عامل الشباب من خلال منح حصة أكبر للأفلام القصيرة. نعم. لإنتاج الأفلام القصيرة. هذا الإنتاج والتراكم في إنتاج الأفلام القصيرة هو الذي سيصنع أسماء جديدة في مجال الإخراج، في مجال إدارة الصورة، في مجال كثير من مهن قطاع السينما. ممكن أن ندخل أيضا إلى المنصات العالمية. شيء جميل أن أرانا فيلم مثل الملكة الأخيرة لعادلة بن ديبراد، لقصة زفيرة، ملكة زفيرة، اليوم هو متواجد في منصات إلكترونية عالمية. اليوم تحول الأمر، أكيد تبقى قاعة السينما هي الأصل وهي المكان الكلاسيكي للفيلم، لكن يجب أن نتماشى أيضا مع ما تستدعيه التكنولوجيا اليوم. ضروري الانتشار اليوم والوصول إلى الشباب مرتبط بالمنصات الرقمية. نعم. ويجب كذلك هذا في إطار الصناعة، لما قلنا المقاربة الشاملة للصناعة السينماتوغرافية، هذا رافد من روافد التوزيع. يعني المنصات الرقمية أصبحت لديها مساحة خاصة لدى الشباب، لدى شريحة كبيرة من الشباب. نعم. وضروري جدا لما نتحدث عن حلقة التوزيع، مهم جدا أن نتحدث على هذه المنصات. جميل. التي يجب أن تكون لها دورها، ويجب حتى على الجزائريين، الشباب الجزائريين، أن يتمكنوا هم كذلك من صناعة منصات. صحيح. ولما لا منصات صناعات رقمية سينمائية يكون لها يعني صيت في المستقبل القريب. جيد، نبقى نتابع دائما هذا الموضوع. شكرا لكم سي طيب تهام المنتج السينمائي على الحضور وعلى هذه المشاركة. شكرا لكم. العفو، يعطيك الصحة سيد أحمد. بارك الله فيك. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر مباشر. سلام.